من فرق موسيقى الهيب هوب الفلسطينية والموسيقى الإلكترونية في مصر إلى الروك والبلوز في لبنان، يشارك فنانون من الشرق الأوسط في مهرجان فرنسي يشهد على ثورة في مجال الموسيقى المختلطة الثقافات تعيشها المنطقة. ومع أن ملامح التشابه لا تبدو كبيرة بين فرقة دام الفلسطينية لموسيقى الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية للمصري إسلام شيبسي وموسيقى البلوز لفرقة The Wanton Bishops اللبنانية وأغاني الإسرائيلي أساف أفيدان، إلا أنهم يجتمعون معا على ملصق المهرجان 39 في مدينة بورج والذي يستمر حتى الأربعاء. الموسيقى التي نؤديها هي إلكترو شعبي، وقد اعترض الكثيرون على هذا النوع معتبرين أنها موجهة للطبقات الفقيرة. ومن الفرق التي تعمل في هذا المجال فرقة مشروع ليلى اللبنانية، وهي قدمت في المهرجان عرضاً اختلطت فيه أصوات الجيتارات مع الكمان الشرقي في نصوص تتناول قضايا اجتماعية. الناس الذين يأتون من المغرب ومصر وسوريا يسمعون الموسيقى التي أقدمها ويعرفونها أيضا، والعكس صحيح، فأنا أسمع الموسيقى التي يقدمونها وأعرفها أيضا، وهذه حركة موسيقية مثيرة للاهتمام لكنها قيد التطور. وتنتقل الفرقة بعد ذلك في عروض بين فرنسا وسويسرا بين شهري أيار مايو وحزيران يونيو. وإضافة إلى الموسيقيين العرب، يشارك الإسرائيلي أساف أفيدان في المهرجان بالاشتراك مع الفرنسية الإسرائيلية يائيل نعيم، وهما من أشهر المغنين في إسرائيل رغم أنهما لا يعيشان هناك.